طبعا القطط دي مسكينة يعني، ما بتصدق انها تلاقي حاجة تاكلها. وبرضو قانون الغابة مسيطر عليهم، يعني اللي هو عنده قدرة على انه يستأثر بالأكل فبياكل، يعني زي ما انتم شايفين كده، برغم ان الاكل كتير يكفي الكل يعني، لكن اللي ما بيقدرش ياكل بيستنى الكبار لما ياكلوا وبعدين يجي ايه، يجي ياكل يعني. دنيا هي تقريبا شكل مصغر كده لحياة الانسان يعني. انا اسمح لك ان انت تاكل بس بعد انا ما اكل يعني، بعد ما يشبع تماما يعني. اقول لك تعالى بقى وطبطب عليك كده ووقفك جنبي، تعالى باكل. رغم ان الاكل كتير وهو مش هياكل الاكل ده كلاته، لكن طبعا مستأجب ايه، ولكن في النهاية الكائنات ديت مسكينة يعني، وخصوصا عندنا في الارياف يعني احنا في الغالب يعني بن ايه بن ما بنهتمش بيها يعني، كأنها ما بتاكلش يعني. يعني ممكن تلاقي مثلا قطة بتاكل من زرع موجود قدام، لأنها مش لاقية تاكل يعني، وانت ما شاء الله مدخن بالأكل يعني، وكل شوية تطلع تاكل وتنزل وتمر عليهم وتاخدش بالك منهم. في النهاية يعني ربنا ما بينساش حد يعني، خلق الكائنات كلها وبيبعت لها رزقها يعني، وهو بعد ما بياكل خلاص بينام في جنبه وياخد راحته كده وخلاص بقى، ومش محتاج حاجة تانية. ده طبعا منتظر دوره عشان ياكل يعني. قال لك انا يعني اتنيني في جنبي كده لحد ما الاقي الكبار ياكلوا. صباح الفل.